دي أغنية فيلم فستان ملون أو فستان ملون، يعني فيه ألوان. الاسم بيدل على الأنثى أو المرأة. الحقيقة هذا الفيلم يقدم 15 تجربة مختلفة في نوع من الإبداع في السينما يسمى بالنوع الخاص بالدراما والتوثيق. بيوثق لـ 15 تجربة لسيدة ربما يكون القاسم المشترك بينهم هي الطبقة المصرية المتوسطة. القاسم المشترك ربما أيضا هو تجارب مختلفة فيها عنصر واحد وهو المرأة. هنعرف تفاصيل هذا العمل الفني من القائمين عليه. نورنا النهاردة الأستاذة رضوى العوضي إحدى البطلات وكاتبة السيناريو والحوار. أهلا وسهلا. معنا أيضا الأستاذ إيهاب مصطفى المخرج. أهلا وسهلا يا فندم. ومعنا أيضا الأستاذة منى أحمد إحدى البطلات ومساعد مخرج أول في الفيلم. أهلا وسهلا. معنا كمان الأستاذة إيمان النشرتي إحدى البطلات ومصممة الأزياء في الفيلم. كلكم كل واحد قايم بدورين. ومعنا أيضا الأستاذة آية سعد إحدى البطلات. أهلا وسهلا يا آية. ومعنا أيضا الأستاذة حورية السيد إحدى البطلات ونحاتة وفنانة تشكيلية. أهلا وسهلا. خلينا نسمع من أستاذة رضوى العمل الفني اللي احنا بنتكلم عنه ده إيه فكرته؟ مساء الخير. مساء الخير. صباح الخير ومساء الخير. فستان ملون فكرة إيهاب مصطفى المخرج، هو اللي كان صاحب فكرة فستان ملون. كان عايز يعمل عمل فني يكون ديكو دراما، اللي هو أقرب من أنه هو الوثائقي الدراما. فلما عرض يعني بنعمل دراما في السينما بس من خلال حكايات أو قصص ترتبط بأشخاص، بنعرف اللون ده من الفن. صحيح. قصص حقيقيه وواقعيه لشخصيات. بس هي كانت فكرته بقى علشان كان عايز يجيب نماذج لشخصيات حقيقيه، هما مش ممثلين طبعا. هو هيتكلم عن الفكره دي لما جات له ان هما اصلا مش ممثلات، وهما حبوا يعني الفكره منه جدا لان هما كانوا عايزين يقوموا بالعمل ده لان هو بيتكلم عن نفسه. فإيهاب عرض عليا أنا ومنى الفكرة، وبالفعل إحنا كنا مع بعض وافقنا طبعا جدا، وكنا متحمسين جدا للموضوع. وكان في ورشة كتابة كانت معايا منى، وكان إيهاب برضو معانا، وعملنا بقى فستان ملون. فستان ملون عنوان الاسم طبعا أو عنوان الفيلم. أكيد اللي بتلبس الفساتين الملونة هي المرأة، مش كده الهدف من ده؟ القصص اللي جوه، مش عايزين نحرق الفيلم، لكن القصص اللي جوه بتحكي عن إيه؟ بيحكوا عن نفسهم هم. اولا الاسم طبعا هو زي ما حضرتك قلتي، فستان هو يعني رمز الانوثه، ملون الالوان جزء اساسي في فلسفه الفيلم وفي المعاني اللي بنوصلها من رساله الفيلم. يعني البطلات طالعين بيمثلوا نفسهم في الفيلم، كلهم شخصيات مستقله، شخصيات حقيقيه ومستقله. رضوى طلع رضوى، منى طلع منى، ايمان، ايه، حوريه، وكل البطلات طالعين بشخصيتهم الحقيقيه، بتجربتهم في الحياه. فهو مش فيلم مثلا متاخد عن قصه رضوى، عن لا، هم نفسهم اللي طالعين بيمثلوا نفسهم في الفيلم. هي دي وتجاربهم الحياتيه. الهدف ايه من العمل؟ الفكره اول ما جت لي في الاول خالص كان يعني انا عايز اشتغل على كذا حاجه. اولا تصحيح بعض المفاهيم الغلط عندنا، ونعمل فيلم إيجابي حقيقي، مش فيلم إيجابي تخيلي. أنا عايز أحييك الأول لأن أنا عارفة أنك أنت ليك أعمال سابقة مهتمة بفكرة القيم والأخلاق في المجتمع. والحقيقة يعني دايما يقول لك هو الفن أصلا مش هيعلم بقى ومش هيأدب الناس وهو مش مدرسة، لكن قدرة حضرتك على أنك تغرس قيم من خلال، يعني حضرتك تميت مثلا في فيلمك الأول بقضية التحرش، ودي كانت قضية في غاية الأهمية، مش كده؟ يعني في شغل يتعامل على مسألة القيم في المجتمع، لأن إحنا عندنا أزمة أخلاقية كبيرة. ده يعني بجتهد بحاول قدر الامكان على قد ما اقدر يعني. بالنسبه للاعمال اللي فاتت، هو تحرش كان بيتكلم عن كمان التحرش الفكري، مش بس التحرش الجسدي. والفيلم اللي كان قبل فستان ملون على طول كان اسمه ملوخيه باللبن، كنت بتكلم عن قضيه الاخلاق. بس ففستان ملون انا اول حاجه انا يعني عايز اعمل فيلم يكون ايجابي حقيقي. إيجابي فعلي، مش إيجابي أنا نفسي يحصل كذا، لا، هو حاصل كذا من نماذج اللي بحضرتك، من نماذج حقيقية. دي أول نقطة. تاني نقطة، تصحيح مفاهيم غلط في المجتمع
عندنا لخبطه في حاجات كتير، وفي حاجات كتير الديفينيشن بتاعها بيكون وصل او التعريف بتاعها بيكون واصل لعندنا غلط، فتصحيح مفهوم. فكان الشريحه الكبيره جدا اللي انا عايز اشتغل عليها واهتم بيها الطبقه المتوسطه، لان دي مخزن القيم الحقيقي في اي مجتمع، وده العمود الفقري بالنسبه لمصر يعني. صحيح. وبالتالي كوصولا لفكره المراه المستقله وتصحيح المفهوم ده، المفهوم الغلط عن المراه المستقله، وصولا بقى لفكره المصداقيه. يعني المراه المستقله دي انا عايشه بدماغها مثلا. يعني في كل حد لا ضابط ولا رابط. فيقولوا عنها يعني تعريفات غريبه او حاجات مش حقيقيه يعني. طيب انا عايزه اسمع من القصص بقى، لان دي مساله تجربه حياتي. منى قصتك اللي هي حياتك في هذا الفيلم ايه بقى هي منى؟ هو بس انا عايزه منشن لحاجه، ان انا ورضوى الاخص احنا ما كانتش قصتنا هي المين في الفيلم ده. احنا كنا اللينك بين ال 13 بقى بطله، وكنا احنا اللي بنروي حكاياتهم. فانا قصتي سبيشالي يعني ما كانتش معروضه قوي في الفيلم، او كان منشن تراوي لقصص. ده الدور اللي انا قمت بيه في الفيلم، ما كانش المين او يعني قصتي من الحواديت الاساسيه اللي موجوده، بس كانت يعني كنت بمنشن ليها برضو لان بتشير ليها بالظبط. عشان انا عشتها فبقيت ادور على النماذج اللي شبهي، وكانت الفكره الاساسيه بتقول ان في مصر ممكن ست تعيش لوحدها او بنت تعيش لوحدها. احنا عندنا كاتيجوريز كلها، مش في الفئات مختلفه، المستويات مش في الفئات الاجتماعيه العمريه، وتنوع في الحالات الاجتماعيه. يعني عندنا مراه مستقله، بنت عايشه لوحدها لظروف اجتماعيه زي مثلا ست مطلقه، ست متجوزه. فكانت كل الحالات الاجتماعيه، ولكن الرابط الاساسي بينهم ان هي مستقله بمعنى الكلمه، ان هي ليها راي وليها دور في المجتمع وشايله ده على عاتقها، و مش موجوعه ومش مقهوره ومش زعلانه ومش لا ناجحه. للاسف الدراما في السنوات الماضيه بدات يعني تقدم صوره لاما الانحراف الاخلاقي المبالغ فيه، لاما الانحراف السلوكي بشكل كبير جدا. زي ما قلتي المراه المستقله يعني عايشه بدماغها، وعايشه بدماغها بقى تعريفها حاجه وحشه او حاجه غلط. يعني عايشه بدماغها، انا دماغي دي تعليم وثقافه وتربيه زي راجل بالظبط يعني. ومع العلم ان احنا مش بنقول احنا ضد الراجل، ولا بقى المراه لوحدها والرجاله وحشين خالص خالص، يعني منتهى التصالح مع النفس. كل الموضوع ان في نماذج حلوه قوي وتجنن موجوده في مصر، مش زي ما متصدره يعني. فكره عن الستات في مصر، ان الستات دي يا اما منقاده ورا رجل، يا اما عايشه بدماغها فهي اكيد منحرفه باي شكل كان. طيب لكن نتعرف على التجارب بقى. ايمان في الفيلم تجربتك ايه؟ بصي انا امراه مستقله برضو، تجربتي كانت في الفيلم حلوه جدا طبعا بالنسبه لي، ان انا اطلع بدوري او بشخصي انا يعني بتكلم عن نفسي او بتكلم عن المواقف اللي بتعرض لها في حياتي. دي كانت بالنسبه لي تجربه غريبه شويه. هي طبعا كان بيشجعني جامد جدا في القصه دي. كان الهدف اللي بيمشيني في اللي انا اصر ان انا اكمل، واللي انا حابه الحوار اللي انا ابقى مشاركه في جزء من الفيلم، هو ان عايزه اوري رساله ان مفيش حاجه اسمها ست مقصوره، مفيش ست مقهوره، مفيش حاجه اسمها ان الست اللي هي لازم تعتمد على راجل، مفيش ست لازم اللي هو خلاص الظروف كسرتها فاللي هي خلاص بقت، لا انت قادره تحولي حياتك من لحظه ومن حاجه من لحاجه، من نحنه لمنحه حقيقيه. حتى لو متعرضتي، مهما تعرضتي هتعرفي تقومي، هتعرفي تعملي حياه جديده. كانت نوع المعاناه ايه يا ايمان؟ بالنسبه ليا هو انا يعني انا كنت متزوجه 18 سنه وبعدين انفصلت. بس فابتديت حياتي بمسؤوليه بناتي، عندي 3 بنات مسؤوله عنهم، وبس فابتديت حياتي بشكل تاني بقى خالص غير اللي انا كنت عايشاه. فاستعرضتي حياه مطلقه تتولى مسؤوليه ابنائها تمام، وتتجاوز المحنه الخاصه بالطلاق بعد 18 سنه وتعيش حياتها وتقدم نموذج لده. بالظبط في الشغل يعني دلوقتي هدفي الاساسي هو بناتي، ان انا يعني اوصلهم لبر الامان، ده هدف اساسي كويس. وطبعا سنه دي هو شغلي،
ففكره اللي بقى انا زعلانه وبعيط وفي وسط اهلي ويلحقوني وكان لا لا خالص، انا ما بحاول قد ما بقدر ان انا ما يبقاش معايا حد وانا متحكمه في قراراتي ومتحمله مسؤوليتها، حتى لو حصل اي قرار اخدته ليه نتائج سلبيه خلاص هتحملها وهعديها وهعرف هي تجربه بتعدي. طبيعي جدا ان واحده قاعده 16 سنه في البيت يعني اول مره تحتك بمجتمع وبتجارب في شغل، ان انا خلاص في مجال العمل، فالسوق ده عامه سوق مفتوح، في ناس ممكن تنصب عليكي، في ناس ممكن تستغل موهبتك، ممكن حاجات كتير قوي، في ناس ممكن تطمع فيكي كونك مطلقه، ممكن برضو حاجات زي كده. بس هي ده اولا واخيرا الست هي الراكع عليها في يعني كل حاجه، هي اللي بتعرف تتكلم. ايه تمام. كانت قصتك ايه في الفيلم يا ايه؟ النموذج اللي قدمتيه. ان انا فقدت نظري، فقدت احد عين من عيني سنه صغير، المجتمع كان رافض. كام سنه؟ 16 سنه، انا 25. فقدتيها ازاي يعني؟ كان بسبب لينسز، عدسات لبستها وبطريقه خطا وعملت لي مشاكل كتير جدا في العين، عملت حاجات كتير جدا مع العمليات وحاجات كتير جدا، الرؤيه بقت خلاص ما بقتش موجوده تاني. المجتمع طبعا كان رافض الشكل ده نهائي، طبعا غير النظرات المجتمع ليكي، كلام الناس ليكي، حاجات كتير جدا حتى في الشغل في الحياه عامه، انت كبنت الشكل كمان. فالحاجه دي بالنسبه لي انا كانت نفسيه متدمره جدا، ما كانش في ثقه اصلا خالص، ما كانش موجود جوايا ثقه ولا اي حاجه. مامتي بقى الله يرحمها كانت هي دايما دعمي في كل حاجه، ان انا لا دي حاجه مش بايدي، دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، زائد كمان ان انا لا انا وجودي مهم طبعا. حاولت ان انا ادخل مجال الموديل، عرضت الازياء عشان اثبت نفسي واثبت كمان ان ده يعني الشكل ده اولا مش بايدي، ودي حاجه انتوا لازم تتقبلوها وكلامكم ده. بس انت دخلتي مجال يعني حاولتي كانك عايزه تتحدي بشكل كبير، لان مجال عروضات الازياء بيبقى فيه جميلة. نماذج او صفات، انت كانك كنت في تحدي حقيقي وده يعني عايزه دلغ من نلوم وصفات معينه، وبالرغم ان انا تعبت كمان عشان اوصل للمكانه دي، والحمد لله لا وصلت وبقى الاسم كويس جدا، ودي حاجه من جوايا ادتني. بقيت يعني عارضه ازياء؟ بقيت موديل بجد؟ اه. طب كان في الاول التعامل ايه مع الموضوع؟ انا اسفه ان انا بسالك هذه. لا 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 خالص، التعامل في الاول اللي كان في ناس يعني لا طبعا فكر خالص، الكاميرا ازاي هتظهري في الكاميرا، ازاي هتصوري، ازاي هتعملي، ازاي هتقفي، الشكل مقبول بس لا يعني بالاكتر ما كانوش يعرفوا ان انا ما بشوف، يعني ما بشوفش، ناس كتير متخيلين ان ده لون بس، انما كرؤيه موجوده، انما لا ما كانش رؤيه خالص. اول مره برضو كنت اطلع على يعني على الستيج وامشي كموديل بعرض لبراند، دي كان بالنسبه لي في خوف رهيب جدا جوايا، لان انا في جزء مش شايفاه، في ناس ماشيه حواليا او ناس ماشيه قدامي انا مش شايفاها الناس دي، فده برضو بالنسبه لي لا اللي لازم يبقى فيه لازم. بس في كمان تحيه للي امن بيكي وقرر ان هو يقدم تجربتك دي ويبقى مؤمن بانك. كان بصعوبه. كان بصعوبه بس انا كنت عناديه شويه، بعيني بحب عيني، حد رفضني هشوف حد تاني، حد تاني هشوف حد تالت، ما كنتش بستسلم ابدا، كنت بحب الاستسلام عشان كان دايما المجتمع شايفني ان انا ضعيفه، ان انا وحشه، ان انا مثلا بعين وعين، ان انا ما بشوفش حاجات كتير بس لا. حوريه قصتك كانت ايه؟ هو انا الفنانه او النحاته مش عايزه احرق يعني حاجات كده، بس هما لقوا ارواحهم في شغلي انا، في منحوتاتي، في معرض اتقابلوا يعني من خلال اللوحات، شافوا وجوههم صفاتهم في اللوحات دي. اكاد اتخيل يعني شفتوني وانا دراميه. ما تقولوش معلومات اكتر من كده عشان الفيلم ما يتحرقش. هو فيلم مهرجانات يعني، طب هو معروف فين جو سينما بالظبط؟ السؤال كان مباشر جدا. ف يعني مش هقدر اقول اكتر من كده. طب ده يخلينا نسال الفنان يعني في الفن او في الفنان التشكيلي، يعني دايما شغله بيبقى انعكاس للي جواه؟ يعني اللي بنشوف مثلا لوحات فيها، انا بحب اروح معارض يعني فيها يعني بعض الاتجاهات للظلم او للقهر، بيبقى ده نتيجه معاناه شخصيه للفنان ولا رصد للمعاناه؟ الاثنين. الاثنين. الفنان ترمومتر الواقع والمستقبل كمان.
بيبقى عنده القدرة على استشفاف المستقبل وبيبقى أكتر إحساس جدا بالمشاكل بتاعة الواقع. وإنتي كانت لوحاتك إيه؟ أنا كانت منحوتاتي لها علاقة بتغيير الواقع، يعني هو مش بحط أزماته، لا أنا بوجد له حلول إن إزاي الكاركتر الضعيف يبقى قوي. إزاي؟ ده كان نتيجة إيه؟ إيه الحاجات اللي أنت شفتي فيها إن لازم نقاومها ونغيرها؟ يعني أنا عادة بهتم حتى في شغلي في الحاجات اللي أنا بختارها في الخيال، لأن الفنان طول الوقت برضو له علاقة بالخيال طبعًا أكتر طبعًا. فبالنسبة لي الأسطورة الأسطورة هي جسدت المرأة في شكل ربة وفي شكل ست قوية وفي شكل إن هي معطاءة طول الوقت بتتحايل على الظروف علشان تقدر تغير الواقع بتاعها وبترفض الاستسلام إن هي تبقى عاجزة أو إن هي تبقى مستسلمة. لا، هي طول الوقت هي سوبر وومن. يعني أنا فرحانة قوي من القصص والحكايات والعرض اللي قدمه أستاذ إبراهيم وأستاذ رضوى في فكرة إن نحن نسعى إلى قيم تتعلق بفكرة عدم الاستسلام لبعض التجارب الأليمة اللي احنا ممكن نعيشها، فكرة التعايش مع الحياة بأمل وبإرادة حقيقية للاستمرار. خلينا بس نشوف البرومو الخاص أستاذ إيهاب، نشوف أستاذ رضا مع حضراتكم، نشوف البرومو الخاص بهذا الفيلم. المرأة المستقلة مش شرط انها تكون سوبر وومن او امرأة خارقة، ممكن تكون واحدة عادية وضعيفة، اصل احنا مش بطلات بجناحات، احنا بشر مش ملايكة. الصورة والمعنى والروح هتلاقينا برغم كل أخطأنا وعيوبنا بيفضل جوانا دايما نقطة بيضة وسط الضلمة. الحقيقة أنا برضو مبسوطة ومنحازة قوي، لأن أنا كنت بشوف بعض الأعمال طول الوقت، يعني أنا ما بقولش إن مفيش ستات مفترية، ما بقولش إن في مساحة للانحراف الأخلاقي، ما بقولش إن في جريمة ممكن ما نعترفش بيها زي الخيانة، لكن مش معقول يعني أصدر المشهد على إنه الحاجات دي. الكلمات طبعا الخاصه بالعرض ده صوت منى ورضوى، الكلمات بتاعت الاغنيه اللي احنا عرضناها في الفيلم، الاغنيه مؤثره جدا. دي كانت يعني صوت هنا غنيم، بنوته جميله قوي، يعني صوتها حلو قوي، وكانت كلماتي، وكانت يعني عشق الحريه، كانت من 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 احب الكلمات اللي انا ممكن اكون كتبتها، يعني لان انا دايما في كتاباتي خصوصا رواياتي الخاصه دايما انا واخده جانب المراه، يعني دايما بتكلم عن نماذج المراه الموجوده في المجتمع. واللي شدني في فستان ملون ان انا بتكلم عن النماذج الايجابيه اللي هم مش الايجابيه، احنا كلنا بنغلط وكلنا بنعدي صعب وكلنا بنعيش صعب كتير في حياتنا طبعًا. بس يعني كان اكتر حاجه عجباني في ايهاب ان هو بيقول زي ما حضرتك قلتي كده قبل البرومو، ان المطروح قدامنا دلوقتي في الدراما للاسف النماذج الغير سويه خالص. فلا، احنا بنقول لهم في نماذج ناجحه، وبعدين المراه المستقله في نظري هي المراه اللي هي صاحبه الكيان الناجح اللي اوريدي محققه تارجت في المجتمع، اللي بتتاثر بالناس وبتاثر بيهم وناجحه في بالظبط، اللي هو يعني لا، في ده وفي ام كده وفي بنت كده وفي ست متجوزه كده، وده موجود، ومثلا في ايمان كتير وفي آية كتير، طب ليه ده ما بيتقالش؟ أو ليه ده ما بنشوفوش؟ بنشوف الست إما يعني طبعا مع احترامي للراقصات، بس يعني بنشوفهم النموذج الغير سوي للراقصات المدمنات، يعني حاجات مش إحنا، مش أنا. الكلمات كانت إيه بتاعت الأغنية يا رب؟ حافظها؟ الكلمات طبعا، الكلمات كانت عشق الحرية من وأنا لسه صبية، وكبرت بيها سنين تاني سكنتها فيا، ومش مستنية من حد غيري يخليني في الدنيا قوي. لو يوم منسية أو شفت أسية مش هنسى إني في شيء تاني زي الحنية مخلوق عليا، ومهما كانت أحزاني هتفضل في عيني. الله الله، لا فيها حتى فيها الكرامة، يعني القوة. أعتقد المعنى ده واضح أوي يا أستاذ إيهاب. يعني اللي هو يعني حتى
احيانا الناس بتبقى بتتالم لكن حتى ألمها ترفض ان هو يتم بكبرياء وشموخ. مظبوط ده مظبوط ده حقيقي. وهو ده برضو تثبيت لمعنى الايجابيه الحقيقيه الواقعيه مش الايجابيه الخياليه ان احنا عايشين في يوتوبيا او منفصلين عن الواقع او ده الدنيا هتبقى حلوه ووردي. لا لا خالص اكيد في الام وفي صعوبات وفي وجع وفي كل حاجه بس في تحقيق ذات في نجاح مفيش استضعاف مفيش خناق ولا لا احنا محققين وناجحين وموجودين وبنصحح مفاهيم في المجتمع. استاذ ايهاب حضرتك كمخرج ليه اخترت الشكل ده؟ انت عارف في اللي هو شكل الفني اللي حضرتك قدمته دراما ووثائقيه ومش من محترفين في التمثيل لا من اصحاب تجارب حقيقيه. هو ممكن يكون شكل يعني جديد لكن حضرتك عارف الاكثر تاثيرا هو السينما اللي فيها تمثيل ودراما وشكل مباشر وجمهور وشباك ولا ما لقيتش الكلام ده ياكل في النوع ده؟ هو في انا التفكير اللي كان طبيعي في الاول خالص ان هيبقى ممثلات واوكي وهيبقى كاستنج طبيعي اعمار مختلفه وتبقى كل حد منهم يمثل الدور الفلاني. ده كان التفكير اللي في الاول يعني. وبعدين حسيت ان انا اوريدي انا عايز اصحح مفهوم بمصداقيه عاليه على قد ما اقدر. فكلمة المصداقية هنا هي اللي كانت كل يوم عمالة ترن في ودني كل يوم مصداقية. طب ما حضرتك تقول هذه القصة من وحي قصص حقيقية. والله أنا عليت لنفسي سقف التحدي. دي معناها إيه يا رجل؟ لا هو كان جريء قوي يعني هو كان جريء قوي ان هو فعلا احنا كنا فعلا مش ممثلات يعني احنا كلنا في حياتنا انا كاتبه منى برضو يعني صحفيه وبرضو شغاله في مجال العلاقات العامه وايمان فاشن ديزاينر فالهو احنا مش ممثلات فالهو يعني طب احنا ايه هنقف قدام الكاميرا ازاي وهنمثل ازاي بس قدرنا بقى يعني قدرنا بقى ان احنا نقف لان مش بنمثل بقى بتعيشوا التجربه بتاعتك بس يعني حضرتك عارف مثلا لما في عمل درامي بالذات واسع قوي الانتشار يعني بيحقق انتشار كبير بيدخل كل البيوت سينما برضو ما هو في الاول في الاخر رسالتك ايه يعني ممكن لو رسالتك ربح مش هتفكري في النوع ده لكن لو رسالتك ان انا لا حتى لو بتفكري في الوعي انت برضو لازم تاخدي الاكثر قدره على التاثير ما هو انت لازم بتضحي بحاجه مقابل حاجه يعني هي اللي انا شفته في ايهاب ان هو كان مصر انه يوري مش المجتمع بقى خالص ده هو مصر يوري العالم ان المراه المصريه خالص يعني غير المراه العربيه بشكل عام فليها شكل خاص المراه المصريه وده حقيقي الهويه يعني بالظبط المراه الاجنبيه كان لازم يتصدر للعالم عشان كده أصر إن الفيلم يبقى مهرجانات وضحى بالربح التجاري إن إحنا على فكرة الستات دي في مصر على فكرة الستات اللي زي الورد دي في مصر مش في حتة تانية وده على فكرة مش موجود ومش يعني عندنا في مصر ناس حلوة زي كده يعني ملونة مش عارفة كامي عارفة اللي هو يعني مش الشكل والله على قد ما إحنا عندنا ناس حلوة أخلاقيا واجتماعيا وثقافة وعلم يعني احنا ما فيش حد فينا عندنا نموذج لامرأة قررت ان هدفها في الحياة ان هي تربي ولادها كويس ومش تربي بس تعمل براند وتعمل اسم ليها يعني هي في عالم الفاشن بقت خلاص في مارك اسمها إيمان النشرتي يعني حتى النجاح ما بقاش حد فينا بيقف على عتبة النجاح لا طموح اكبر كمان بالظبط واستكمالا لكلام منى طبعا وفرت لك ميزانية الازياء اساسي طبعا هو كل هم كلهم بصراحة هو اصلا الانتاج نفسه انتاج فريق العمل كله يعني 32 شخص كلهم شاركوا مع بعض استكمال بس الكلام منى في الحتة بتاعت الجزء الثاني هو كان الهدف الاساسي فعلا فكره التصدير الصوره الصحيحه داخليا بقى انا قلت حامل بديلا للجزء السينمائي عشان انا اصلا لو عرضت سينما هترفض من 85% من المهرجانات ليه عشان عشان مهرجانات معينه هي اللي بتقبل للسينما التجاريه اللي هي وثائقي درامي بالظبط لا ومش بس كده التجاري كمان اللي بيدفع فيه تيكت ففي مهرجانات انا بترجتها معينه تستهدفها فجينا بقى في الجزء الثاني طب انت بتعمل ده عشان التوعيه
فقلت خلاص يبقى في مجموعة من العروض الخاصة تبقى في أماكن يعني أماكن مهمة بتعمل أحداث ثقافية. أيوة، لأنك محتاج تحمس الإرادة العامة كمان. إحنا عملنا عرض يوم 7 ديسمبر مثلا، كان في جامعة القاهرة كلية آداب والمجلس القومي للمرأة، هم اللي نظموا الحدث. الناس من المجلس القومي للمرأة قالت ده الفيلم ده إحنا متحمسين له جدا وعايزين نلف بيه. فأنا بالنسبة لي الفيلم موجود، بتتعمل عروض مجانيه في اماكن، يعني اماكن كلها بتهتم. ما بتحلمش احيانا بالنوع الاخر من الفن، السينما الشباك؟ هو بالنسبه للفيلم ده تحديدا انا كان ده هدفي الاساسي، يعني هو المهرجانات وفي نفس الوقت عروض للناس كلها تشوفه في اكبر مع اماكن معينه تقول احنا بنقدم فن. يعني هو مثلا لما عرضنا الفيلم في جامعه القاهره الناس استغربت، جامعة القاهرة بتقدم فيلم وعملوا ندوة ومناقشة، يعني بشكرهم الحقيقة كلهم طبعا هم والمجلس القومي للمرأة طبعا. وكان المردود بالنسبة للطلبة وأساتذة الجامعة يعني الموضوع كان مختلف. طب أنا عايز أسأل النجمات البطلات، كنتوا متوقعين هذا رد الفعل؟ لا بصراحة لا، يعني أنا انفاجئت طبعا برد الفعل وحبيت جدا إن الرسالة وصلت، حسيت النجاح، يعني هو ده بقى إن رسالتك وصلت. بناتي قالوا لك إيه على الفيلم؟ لا بناتي مبسوطين جدا الحمد لله، وحاسين ان هم يعني عارف هم شايفيني رول موديل ليهم، فحاسين ان هم يعني ما كسروش قوي، يعني لا احنا برضو احنا الحمد لله واقفين وامامي ورانا والدنيا لطيفه، لا الحمد لله يعني هم مبسوطين بالفيلم. ايه بقى بعد الفيلم لقيت ردود الفعل ايه؟ لا الردود كانت جميله جدا بصراحه. انت اصلا عندك معجبين، انت عرضت ازياء. ايوه في بقى لا كترت بقى كترت بصراحه جدا كترت بقى. لا هو بالنسبه لي انا وبالنسبه طبعا للي في البيت عندي اخواتي، لا يعني مبسوطين جدا بيا ان انا خلاص يعني اتخطيت حاجه كبيره جدا كان هم زعلانين عليا فيها، ان هو لا خلاص ما بقاش في حاجه تهمني، لا دي حاجه حلوه جدا كمان. كويس قوي. الفنانه بتاعتك الجميل في الفيلم ان هو بيعرض الحاله بشكل سوفت قوي، ما فيهوش صريخ وما فيهوش زعيق، فده كان مقوي الفيلم جدا، لان هو فيلم ناعم لانه بيدل على مرأة، والمرأة ما بتصرخش، هي بتقول ولا حتى بتقول انا موجودة، هي بتشتغل، فهو مصور الحالة. لا ده بيطلعوها بتضرب وبتصوت وبتقتل وبتخلص. هي اكتر واحدة مقهورة. بس هنا بنقول احنا مش مقهورين، احنا قادرين نكمل وقادرين نخلي طريقنا حاجة تانية خالص غير اللي بتشوفه في الفيلم. وما ننكرش ان احنا سبقنا اصلا الافلام السينمائية، يعني انا في ازمة في السينما كانوا شايفين ان ما فيش حاجة اسمها فيلم للمرأة اصلا، وان حتى لو في بطل وبطلة بتهمش جدا دور البطلة، وبيبقى اللي شايل الفيلم زي ما بيقولوا البطل مش البطلة. لا بس في ست مختلفات بقى الفتره هم اللي شايفين. لا مش شكل يعني متخيله احنا الفيلم ما فيش ولا راجل. ولا راجل في الفيلم ده موضوع ايه رجاله هقول على الفيلم كله. هو انا فخوره بهذا النوع من الابداع، لان انا حسيت مع الفريق اللي موجود ان كان جواه حاجه مؤمن بيها عايز يخرجها وعملها، يعني ما هو لا عملها لمساله الشهره ولا عملها لمساله الربح ولا عمل، لا ده هو شايف ان في، انا حسيت بصدق ايهاب قوي الحقيقه، انه يعني ألمه جدا ان يتم التركيز فقط على بعض السلبيات، هذا لا ينفي وجود السلبيات، لكن ما تدوا كمان طاقه امل حقيقيه من خلال تجارب يجب مش بس ان هي تجسد، ده يجب ان تكرم وتخلد، يعني يبقى في حد شايف ان النماذج دي لازم نحييها طول الوقت، وكمان الناس تاخدها مثل ليها. انا شفت تجربه ايمان، شفت تجربه ايه، شفت تجربه، شفت رضوى، شفت منى، شفت النماذج دي، فعايزه يمثلوا لي طاقه كده تمنحني القوه عشان اقول ان في امل. طبعا عندي اضطهاد من المخرج بتاعي اللي بيقول لي يلا بقى، فانا غالبا هسيبك واروح اشتغل مع ايهاب. تنورينا. اشوفكم بكره على خير وحلقه جديده من كلام تاني، تصبحوا على خير.